عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم حبايبي مع حلقة جديدة من فود جانج. اللعبة هذه الحقيقة مستمرين بلعبها، يعني جاي ألعب لعبة مرة ما أدري شنو، لا أدري هو شو اسمه، قرنابيط، لا أدري هو ملفوف، لا أدري، المهم جاي ألعب بيها وبس. شايفين أخليهم هم يتقدمون علي، ما أتقدم، أحسن. مسيطرين عليهم إن شاء الله. أوف، هذا سلاحه قوي، التفاحة عدتني، مدري الفلفل. هذا شايل سلاح مو طبيعي. تايم اوت، فيكتوري، غلبنا. تحت صندوق، ونزيد حصلنا 25 كاس. طبعا راح ادليكم شيء، الفايتر المقاتلين قلت لكم هذا ما ادري ملفوف، ما ادري الاهانة، ما ادري خدنا عبيط جاي الحبي. المهم هذا الفايتر الثاني شايفينه، اذا جبناه خليه يجي، بس حرك بيدك بصبعك يجي. هذا طبعا ما يفيدنا، لان شنو بطاقاته 10، وحتى لو اسوي له ابجريد وهاي ما راح يفيدني، فراح اكمل بالملفوف، ما ادري قرنابيط. بس خلاص حتى ادوس الابجريد، اعزائي تدوسون عليه هو نفس هذا القرنابيط هاي، يفتح الابجريد ستاتس، ماكو شيء ستاتس. هذا الابجريد تو ليفل 5، لازم اوصل ليفل 5 حتى اسوي تطوير ب50، بعدني انا ما اوصل ليفل 5. طيب نرجع، العرموط دمرني مشكلة، مرة مشكلة. انا ما اهجم، اخليهم هم يجون، شايفين الجو حتى صاحبي همبرجر صاحب همبرجر والله مشكلة. هذا ذب بين ميت بيجيلي ذب دمرني، أعيد نفسي. قاعد ألعب من فوق، يلا همبرجر. والله بلو نلعب. صاحبي موزل هسه، راحوا ماكو حد، هذول هم اجوا. الموزة موزتنا كتلوها،
دريم تاع العطرة يكتلون هيك. قتلنا 6 منهم، مقاطين 2 مرتين صاحبي. الموز مشكلة. سهل. وانت الحين مني المال. راح يخلص الوقت. تايم اوت وفزنا عليهم. صاحبي ابو الواد فرحان. صندوق. الصناديق ما جاي تنفتح، ما ادري ليش يعني. هالصندوق شوفوا ينفتح. يجوز ماكو دعايات فيديو. ايضا فايتر جديد، مقاتل جديد. نرجع. شوف الفايتر الجديد شنو مواصفاته. 10 كروت، هم 10 كروت بعده، وما مع هذا كروت نكمل بصاحبنا. نشوف ستاتس ابجريد فيه شيء. حطينا في توكن ستو ابجريد، يقول بعده. راح نرجع باتل. اتمنى ما يكون صاحبي همبرجر. اريد صاحبي قوي هالمرة. هذا بشوارب. بشوارب خطير. المشوار يذهب ديناميت، شايفين؟ يذهب ديناميت دمرني. قاعد فوق، اظل فوق احسن لي، ما يلوحني. اربعة صرنا. هذا 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 كارثة. صاحبنا من فريقنا. صعب هذا. الرقية هاي رقية. موتي موتي يا رقية، موتي يا الموزة، رقية موزة. راح اموت كلش غالي. ود طبعا على وشك الموت انا كلش. أربعة اثنين جيد. نمشي.
تايم اوت فيكتوري. جيد، هذا ما ينفتح لنا، ما جاي ينفتح لنا، ماكو دعايات. ريتس اقول له باتل بعد. صاحب هالمرة ابو تيتا، ابو تيتا اثنين واحد بسيطة. بوتيتا والله صعب بوتيتا، بس سلاح عنده قوي. كان عندي سلاحك عشان سويت كهرباء بيهم. ستة أربعة، يلا يا بوتيتا. والله البطاطا مشكلة، عنده سلاح قوي بس ما عرف يستخدمه. على العموم 9-4 احنا ان شاء الله نفوز لنا. عشرة خمسة تعمل خلص السواكن. نفتح الكروت، شايفين الآن صار قوي. نشوف الفايترز، شايفين الآن صار أكثر 50 كارت عنده. خلينا نشوف إذا أخذناك القوة مالتك شلون. 1200 الأتاك 180، والله يا وزين راح أخذ هذا، راح ألعب بيه. أبو وهم عنده أبجريد 189، 1260 أبجريد، 198 سوي له ابجريد. بعد ما اكو ابجريد سلكت راح العب فيه، راح العب بالرقي. انا ناس وياي ضد البوتيتا والعرموطة. ليش رجعت؟ هذا ما يطق الساحة، ضعيف ما يطق اللي شو اسمه، هو بيرد يرجع لي ورا. راح يغلبون هذا، كنا مو خوش ساح، الرقية ما بيضت الوجه. الرقية ما بيضت الوجه. الرقية ما بيضت الوجه. يعني مو غلبنا. الرقية سلاحها
قوي، بس أنا مو نكتفي بهذا القدر حبايبي، وألقاكم بحلقة جديدة. هذا أخوكم ماجد من قناة ماجد، في أمان الله.